انت مالك بتنهج كده ليه؟ كنت بنجري ونغير هدومي وحاجات كتير. ليه؟ في بائع خمره لسه مقتول. وهتكون انت ال انا غيري مش فارقه، المهم انه اتبعت للنار. احسن ان انت اكتر واحد شربت خمره في الايام اللي فاتت دي. انا بنعمل حاجه تانيه، انا بنداري نفسي في المعاصي عشان نقدر نوصل لهدفي. انا في مهمه زيك. زي انا؟ ايوه زيك. لو عايز تراجع قول. لا 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 لا، مش عايز اتراجع، انا مؤمن بالفكره جدا، بس هي الفكره بس في الطريقه محتاجه فهم. ايمان وفهم. الايمان عايز قلب قوي. بس بقول لك ايه، انا عايزك تخلي بالك من يوسف، عايزك تقرب منه، مكان مهم جدا بالنسبه لنا. أنا استقلت بسببك بس مش هسكت. ماله ده؟ سيبك منه، ده مجنون. هفضحكم وهكتب في الجرايد والسوشيال ميديا وكل حتة عن الصفقة المشبوهة. أنت بتكلمني أنا؟ لا، بكلم روحي. رئيس التحرير يبعتك أنت بالذات تقابلي ابن صاحب القصر بالذات، وبعد المقال ما يتنشر بقدرة قادر الكلام يتغير والقصر يبقى ابن امبارح، وتتجوزي أنت ابن صاحب القصر، وأبوك يبعت المحاميين ويتحرق حامد. يلا يا حامد، يلا يا حبيبي عشان هيجوزوك هالنومه. يلا يا بابا اطلع البس القميص في اي حته تانيه غير هنا. انا مش هسكت يا سلمى. انت عبيط يا حامد. استنى استنى يا حامد. سيبك منه، نظريه المؤامره خلاص جابت اجله. يا بنتي عايز افهم في ايه؟ تعالي بس احكي لي عملت ايه. يا لبنى عايز افهم بيقول كده ليه. هو انت مش قلت لي ان القصر ليه اكتر من 100 سنه؟ ايوه، بس الورق بيقول اقل من كده. بس انت قلت لي انه متسجل في مجلد الاثار. انا فاكره كويس، والموضوع منشور وممكن ترجع له على الانترنت. ما الصفحه اللي في مجلد الاثار مش موجوده، حصل تلف. يعني القصر ملكيته مش هتروح للدوله وهيرجع للورثه تاني، يعني هيرجع لك. انت ساكت ليه؟ انت لو مخطط لده ما كانتش القضيه وصلت لكده. طبعا مش مخطط لحاجه. انت ليه بتقولي كده؟ يبقى محامين فاروق بيه شاطرين قوي كده. يوسف، اوعى تكون مخبي عني حاجة. لا، مش مخبي عليكي حاجة، ولسه القضية ما خلصتش، لسه بدري. أنا صحيح كان نفسي أعيش في القصر ده، بس لما حكيت لي حلمك صدقت أكتر، وصدقت إنك عايز القصر ما يتهدش ولا يتبهدل، وإنه يرجع للدولة عشان تصونه، وإن قصر نوار باشا يبقى تاريخ وأثر وقصر فنون زي ما قلت لي. مش ده كان حلمك؟ ساكت ليه وكأنك متداري ورا وشك؟ متداري ورا وشي ازاي يعني؟ معرفش، ده احساسي دلوقتي. انا مش مبسوطه يا يوسف. ليه بس يا سلمى؟ معرفش. باي. بابا، هو حضرتك قلت ليوسف حاجه خليته يغير رايه؟ يغير رايه في ايه يا سلمى؟ فجأة القصر ما بقاش عنده 100 سنة، وفجأة القصر هيرجع ليوسف. والله القصر ده قصر هو مش قصرنا، والحكاية دي حكايته. كون القصر هيبقى ملكه ده شيء ما يخصنيش. أيوه، بس هو ما كانش عايز كده. هو حر، اسأليه. أنا من إمتى بتدخل بينكم؟ والمحامين اللي حضرتك جبتهم؟ عادي. يا بنتي لما حد بيبقى عيان وبيحتاج دكتور شاطر بنقول له روح لفلان. محتاج محامي كويس بنقول له روح لفلان. مجرد مساعدة عادية. إيه الغريب في كده؟ الغريب يوسف، في حاجة اتغيرت، في حاجة أنا مش فاهماها. سلمى حبيبتي، اعرفي على مهلك، وأنتي شاطرة وهتقدري تفهمي كل حاجة. بعدين أنا هحتاج أصرف إيه؟ مالكم؟ سكتوا ليه؟ في أسرار ولا إيه؟ والله الأسرار دي ما بين كنتوا. مش بيقولوا البنت سر امها؟ امال انا بحبك ليه؟ انت مش شايف ان 30 سنه يا فاروق كتير انك تضحك عليا؟ ولو بقى 40 سنه هفضل اضحك عليكي برضه.
ايوه يا يوسف، بصراحه مش عايزه ارد عليك دلوقتي. ليه كده؟ كده يا يوسف، ولو سمحت سيبني دلوقتي لغايه ما اروق. طب انت فين دلوقتي؟ في الطريق جايلك. انت بتضحك على ايه؟ لا عادي، مش عاوزه تكلميني وجايالي؟ عايزه اشوفك واسالك وابص في عينك وارجع تاني، ولا ماجيش؟ لا تعالي براحتك. طب اقفل دلوقتي لاني مش عايزه اتكلم معاك. يلا قوموا الغدا، اغسل ايدك يا اكرم وتعالى. لا كلوا انتوا. مش هناكل من غيرك يا فنان، الله يرحمه. مفيش فن ولا فنان، مفيش حاجه اصليه، كله تقليد. هما دول اللي فنانين، هما ماتوا واحنا عايشين عليهم. برضو فنان، هو التقليد سهل. يلا بقى عايزين ناكل. هي الناس دي طيبة ولا وحشة؟ بص، طيبة دي ربنا وحده بس اللي يعلمها، بس هو الأكيد إن كل واحد فيهم في ناس بتحب، واللي بيحب حد بيحب صورته، وأبوك رزقه من صور الناس. اوعى تكذب عليا يا يوسف، أي حاجة في الدنيا قولها دلوقتي. نكذب ليه؟ وأي حاجة زي إيه؟ اي حاجة، اي حاجة اقولها يا يوسف دلوقتي بس تكون حقيقة. قول وما تخافش، قول انك عايز القصر ليك، قول ان بابا اقنعك، قول انك غيرت خطتك بعد ما حسبتها مع نفسك. قول اي حاجة يا يوسف بس دلوقتي عشان اقدر القلك عذر واسامحك دلوقتي. انا ما كدبتش وما خبيتش عليك حاجة، وفي لجنة خبر هي اللي هتحدد عمر القصر. خليك معايا يا يوسف زي ما انا معاك، ما تتغيرش. انا زي ما انا يا سلمى. يا ريت. عارف يا يوسف، اول ما عرفتني كنت بكدب طول الوقت وبهرج، بس كنت بكدب على كدابين معايا في الشغل، بكدب عشان اهرج مع بابا وماما وهم عارفين ان انا بكدب، بكدب عليك لما قلت لك ان انا بنت سواق قطر عشان اعرفك اكتر، لكن عمري ما كدبت بجد. واول ما حبيتك عرفت. عرفت ايه؟ عرفت انك الراجل اللي عمري ما هكدب عليه في حياتي. اوعى يا يوسف، حب وكدب ما يعيشوش مع بعض. طمني يا سلمى، طمني. المهم تكون انت مطمن. لا يا حبيبي، احنا مش شغلتنا ان احنا نلهي الناس ولا بص العصفوره زي ما بيقولوا. الاعلام دوره شغلته الحقيقيه ان هو يشد الناس، يبرجلهم، يلبخهم لو لازم الامر. الناس بتشتري الجورنال وتدخل على الموقع بتاعنا مش علشان هو الاصدق ولا عشان هو الكذاب، لا، عشان هو الجديد المختلف. يا استاذ مفيش تكافؤ فرص في الجورنال، وسبق وقدمت لك استقالتي عشان كده. يخرس يا حامد. استاذ حامد اسكت وتعلم. بابا عامل ايه يا سلمى؟ بخير يا ريس. عارف يا حامد، لو تقدر تعمل موضوع كده، لو تقدر تعمل موضوع عني انا شخصيا، واني راجل ظالم، واني مدور الجورنال ده كله لاغراضي الشخصيه، واني بوزع مخدرات على المحررين يا اخي. والله لو تعرف تعمل كده اعمله، تخلي الناس تخش على الموقع بتاعنا وتعمل ترند على تويتر. انا موافق يا سيدي. يا استاذ اخرس يا حامد. يا ابني احنا في سبق، التويتر الكذب على تويتر بتسبقنا بساعات كتير، وصحفي لسه نايم. انا عايز صحفي اونلاين طول الوقت زي سلمى ولبنى كده. ربنا يخليك يا ريس. سرقت فكرتي وهتاخد القصر هي وخطيبها. يخرس يا حامد، لو عندك دليل ان هم حراميه ابعته لي وانا انشره لك، لو شفت عفريت في الشارع صوره وهنزله لك صفحه اولى. يا ابني بقول لك احنا في سبق، والصدق لو الكذب اداله كتف قانوني مش عيب، بس اشتغل. مالك؟ خايفه قوي قوي يا لبنى. ايه اللي حصل؟ مش عارفه، حاسه اني داخله على حاجه تخوف، حاجه مش هقدر استحملها. في ايه؟ عمري ما شفتك كده. مين زعلك؟ عمل ايه يوسف وانا اروح له اسكندريه وبهدلهولك؟ ستي ما عملش حاجه تتحكي، انا اللي بقيت خايفه منه. خايفه منه؟ ايه الكلام ده؟ خايفه منه ليه؟ روحي مش مرتاحه،
يا ريتني ولا كنت رحت اسكندريه ولا قابلته قدام القصر ولا دخلت القصه دي من الاول. طب اهدي كده وصلي على النبي. عليه الصلاه والسلام يا نبي. خلاص يا لبنى انسي، انا بقيت كويسه. لا ما ينفعش انسى، انت صاحبتي حبيبتي، ده غير ان الفضول هيقتلني. ايه اللي جد يا سلمى؟ لا بقول لك يا لبنى، ما انا مش عشان اتحمقت شويه وعنايا رغرغت احكي لك اسراري وقصه حياتي يا بنت اللذينه. طب خلاص ما تحكيش. بجد ما فيش حاجه تتحكي، بس كل ما اقرب من اللي انا طول عمري نفسي فيه بخاف قوي. مش يمكن محنه يا حبيبتي؟ ما تحترمي نفسك. ايه محنه دي؟ المحنه دي حاجه طبيعيه جدا، انت بنت وبتحبي وهتتجوزي، ايه المشاعر اللي هتبقى مسيطره عليكي غير المحن؟ شكرا، انت كده تمام. ما هو انا اعرف اللي قلقان من حاجه يقول انا قلقان من كذا. يوسف كلامه قليل، يوسف مخبي عني حاجه، يوسف كذب، يوسف متجوز في السر، لكن قلقانه وخلاص. طب احنا قوي الصراحه يا سلمى. جاهز، انا تمام، ما تقلقيش، ربنا كبير. يعني برضو مش هتحكي؟ بس انت قلت لي مفيش حد هتحكي بقى. وححبك على طول، مش خايف ونسيتك زي في واحدة في سنك تسمع عبد المطلب. هو في زي طلب؟ اسمعي زي البنات. مزاج بقى يا ماما، يا تسمعي درويش يا تسمعي طلب، براحتك. ماما لما الواحدة تكون مقموصة وعايزة تبقى عادي وتخلص القمصة تعمل ايه؟ تتلكت وتخلص وتخلصنا. لا بجد، لما فاروق يبقى مطلع عينك ومش طايقه تبصي في وشه وعايزه تغيري موجه وتخليه يصالحك من غير ما انت تصالحيه تعملي ايه؟ اي خبره، اي حاجه استفيد بيها منك، من غير ما تحرضيني على الفركشه يا ماما. ابوكي عمره ما وصل لي كده، وقبل ما انفدر بلحظه بيطبطب. ربنا يكفيكي شر حنيته. وبعدين احرض على الفركشه ليه يعني؟ بعد الشر انا بتمنى كل يوم ان الموضوع ده ما يتمش. للدرجة دي؟ أنا مش ناقصة، أنا مش ناقصة. أنا مش هسألك يا سلمى مالك ولا هتدخل، بس لو عرفت في يوم من الأيام إنه أذاكي ما تلومنيش بقى اللي أعمله فيه، حتى لو روحك فيه. يا ماما ما حصلش حاجة، لا ضايقني ولا أذاني ولا أي حاجة. قولي اللي تقوليه وأنا هعرف. انتي عارفاني انا لا بخاف ولا بكذب، انا بس مخنوقه وحاسه ان انا مش قريبه منه زي الاول. بصي بقى، تعيطي تضحكي تكذبي تصدقي براحتك، انا في الاول وفي الاخر وافقت علشان خاطر اتنيلتي وقلتيلي انك حبيتيه. لكن وحياتك عندي يا سلمى، وحياتك عندي، لو عرفت او شكيت انه طلع زي ما انا متوقعه لا هيفرق بقى معايا دروشتك ولا لقمة أبوك، وههد الدنيا على دماغك ودماغه ودماغ أبوك. أبويا ذنبه إيه يعني يا هدى؟ هي تلكيك؟ ايه يا يوسف؟ حد يسيب الليل الحلو ده وينام بدري؟ انت جاي دلوقتي عشان تكلمني عن السهر؟ لا، جاي نسهر معاك شوية. عندك مانع؟ تسهر فين؟ هنا تشرب شوية شاي، ولا انت بخيل؟ مبروك الحراسة، اللي ليه فاروق ما يتضربش على قصره. اتفضل. شاي 50 يا يوسف. حاضر. وبعدين يا ست فيروز، انت معايا ولا معايا؟ مش نادها على حد. Mmm.
الراجل اللي فضح الدنيا دي كلها حبكت معاه يعني يكتب قصص صعليق على كيفه؟ كتاب جميل. جميل ما قلناش حاجة، بس ما كانش فيه داعي يعني يحكي سلسفيل اللي جابوني. أنا مش زعلان، وصوفيا هانم كانت فنانة كبيرة برضو. سيبك بقى من الحكي بتاع الكرخانة وخيال جوني منصور اللي مالوش أول من آخر ده. كذاب ابن الهرم. جدتي كانت من أصول أرمنية، وأهلها كانوا تجار أرمن كبار قوي، واتجوزت جد البساطي ومثلت معاه على المسرح زي روزا اليوسف كده. جد البساطي ده يوسف كان شاعر وأديب ومثقف، مش زي ما جوني منصور بيحكي. مفهوم طبعا. خواجة بقى وخياله واسع، هي اشتغلت سنة دلع كده، بعد كده اتجهت للمشاريع الخيرية. جد البساطي كان بيعشقها يا يوسف. أكيد. أنا راجل عاقل وعارف إن حماك مش سهل، وعارف كمان إن القضية كده كده رحالكم، مش عيب. مبروك. أنا المرة دي جاي وشاري يا جو. شاري إيه؟ شريك وشاري القصر. بس أنا مش للبيع، ولا القصر كمان للبيع. أعلى سعر، واعتبر نفسك في مزاد واكسب مني. أنا القصر ده يهمني أوي يا يوسف. يهمك في إيه؟ يهمني، يهمني أوي إن اسكندرية كلها يكون فيها قصر اسمه قصر البساطي، وكده مع الوقت عيلة البساطي هتبقى هي الحكاية يا يوسف. قصر البساطي اللي كان زمان باشا وحب صوفيا هانم بدل التخاريب بتاعة جوني منصور. كمان عاوز تزور التاريخ وتاخد تاريخ غيرك؟ التاريخ مش بتاع حد كمان يا يوسف. النهارده انت باشا حفيد لصعلوك، بكره انت صعلوك وجدك باشا، واللي معاه تمن الحكاية يشتريها. ما بنقدرش نسهر كتير معلش. 100 مليون جنيه ويمكن أكتر. فكر كويس يا يوسف. شكرين على الشاي الحلو. ليلتك فل. براحتك دي، ايه براحتك دي؟ هنعمل ايه طيب؟ اعمل ايه طيب؟ تتحايل عليا، تترجاني، تقولي مالك يا حبيبتي، تقولي بحبك، اعمل اي حاجه. وحشتيني. لا يا يوسف، انا ما ينفعنيش الكلام ده، لازم تهتم اكتر. انا زعلانه، زعلانه قوي يا يوسف، وزعلانه اكتر ان انا زعلانه منك. لازم تطمني وتصالحني، صالحني يا يوسف. طيب ما تزعليش، بس زعلانه من ايه؟ منك يا اخي، منك يا حبيبي. انت فعلا طماع يا يوسف وكدبت وغيرت مع المحامين تاريخ القصر، ولا دي زنون حطها الشيطان في دماغي عشان يبعدني عنك، وانت صادق ومحترم وعندك مبدا وعندك حلم مصدقه اللي حكيت لي عليه يا يوسف؟ فاكره؟ فاكره يا يوسف؟ قول والنبي، قول والنبي ان ظني فيك خير وحقيقي، وقول لي ان انا مش رغايه عشان انا بحاول اعوض الوقت اللي انا كنت مخصماك فيه يا يوسف. لا انت مش رغايه خالص، وصوتك وحشني. وانت حبيبي، انت بني ادم كويس صح؟ صح؟ يا ريت، يا ريت نطلع كده يا سلمى. يا رب، يا رب يا يوسف والنبي، اصل انا بحبك قوي. وانا كمان بحبك. يا ساتر، ده انا كنت هموت.
ما تبقاش تسيبني زعلانة كتير، عيب ما يصحش. خليك حسيس، اسأل وتحايل واعمل زي الرجالة المايصة ما بتعمل اللي عمري ما هحبه. وانت عارف يا سلمى عمري ما هنعمل كده. وانا بحبك قوي قوي. وانا كمان. اقفل بقى قبل ما اقلب وازعل تاني. بحبك. يا أستاذ ازيك؟ أخبار القصر إيه؟ تمام؟ يا راجل يا طيب تعال اتفضل. أنت مشيت المرة اللي فاتت قبل ما نشكرك. اتفضل اتفضل. أنا قلت أنت نسيتني. أنا جمال منصور. عارفك وعارف الاسم وعارف جدك كمان. جمال حفيد جوني منصور. اتفضل. ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. أنت شاب محترم جدا. ربنا يخليك يا رب. ده من أصلك. لازم تشرب الشاي. ما تقولش لا. مش هقول لا. ثانيه واحده. انا اسمي يوسف. على اسم صاحب القصر يوسف نوار. يبقى جدي. ياه انت عارف ان انا جدي كتب كلام عن جدك حلو قوي في الكتاب بتاعه. ما انا عندي نسخه وقريت. طب انت عارف بقى ان انا عندي الاصل المخطوط يعني وبالصور كمان. بجد؟ طبعا. ما هو ده ورثي من جوني منصور. طب هو ينفع يعني نبص عليه بصه وارجعه لك تاني؟ طبعا ده حقك على فكره. ما انت ليك نصيب فيه برضه. بيتكلم عن جدك وجدتك نادر هانم والست ام جدك خديجه هانم. خديجه هانم. عامه انا هجيبه لك المره الجايه عشان تشوفه. بس هتشوفه بس مفيش استعاره. طبعا عارف انا بعمل كده واكتر مع الحاجات الغاليه. انا تعبك معايا. لا مفيش تعب ولا حاجه. اتفضل. انت عارف بقى ان انا في حد عرض عليا مبلغ كبير عشان ياخد المخطوط ده وانا ما وافقتش. اخواتي زعلوا مني. زعلوا ليه؟ عشان الفلوس. قعدوا يقولوا لي كتاب ايه وبتاع ايه وقالوا عليا ان انا مجنون. فسبت لهم الشقه قصاده. فعلا؟ اه والله. شقتنا اختي واخويا انا سبت لهم الشقه مقابل ان الكتاب يبقى لي انا لوحدي. وبعد ما كانوا بيقولوا عليا ان انا مجنون دلوقتي اتاكدوا ان انا مجنون. والله يا جدع. اه انت مش كنت مربي دقنك؟ اه ما انا حلقتها. ما انا بقول لك بقى مجنون. لا بس انا حسبتها. بس الشقه بتروح وبتيجي. الكتاب ده كان بالنسبه لجدي كان كل حاجه في حياته. كان عمره وعمر ناس كتير هو كتب عنها في الكتاب ده. يبقى اكيد اغلى. صح ولا انا مجنون؟ صح جدا. اتفضل الشاي حبيبي. ده ملف العوايد بالكامل من سنة 1917. دول بقى ست مراجع بتحكي عن نوار باشا وخديجة خورشيد والقصر بشكل مختلف. اللي بيشير إشارة نوار باشا وبيكتب عن القصر كده من بعيد كل ده هيطبع طبعات جديدة بتغير تاريخ إنشاء القصر بالكامل. وأنا مش معايا أي حد. أكيد أنا معايا الراجل الصح. في بقى مراجعين تاريخيين وأساتذة جامعة وأثريين. مجهود خرافي لكن ما يغلاش عليك يا فاروق. كل تواريخ العوايد اتعمل منها نسخه طبق الاصل وقديمه كمان. طب ايه؟ التاريخ كمان لازم يتطور. هو الحقيقه كده مش بيتطور ده بيتغير لكن زي بعضه. هو كان تاريخ ابونا ولا ايه؟ لا تاريخ ابونا بس حقنا. كل واحد حر في تاريخ ابوه. النسخ القديمه هتختفي والنسخ الجديده هي اللي هتبقى المرجع. في كمان نسخ قديمه بس ملعوب فيها بحريه علشان يبقى عندنا قديم وجديد. واي نسخ قديمه ما فيهاش الكلام والتواريخ بتاعتنا احنا تبقى هي دي اللي اتمسحت وهي دي اللي اتلعب فيها. المهم ان يبقى تاريخ بنى القصر في اواخر الثلاثينيات اوائل الاربعينيات. يعني مثلا تقدر كده حضرتك تقول من 1939 ل 1942. انا فخور بيك على فكره. تؤمر يا فندم. خلي بقى الواد حامد يكتب مقال يطلع فيه الاحقاد والغل الاسود اللي في قلبه كله. ونجيب بقى اساتذه الجامعه بقى ويردوا على بعض بقى ويعملوا شويه دوشه وكلها مصلحه. ربنا معاك. ده كان عشمنا فيك من الاول. نتغدى سوا بقى؟ لا معلش بقى عشان عندي حاجات تانية اعملها. والله مالي لازمه يا فاروق بيه. اعلاناتك مغطيانا. معلش عشان الناس اللي تعبت. اذا كان كده ماشي بعد اذنك. اتفضل.
صباح الفل. كملي الحكايه يا يوسف. حكايه ايه؟ اسمع يا يوسف، انا حبيتك وانت بتحكي، يبقى ما تبطلش تحكي عشان ما بطلش احبك. ها يلا احكي بقى يا شهرزاد. حاضر. سلامتك، انت تعبانه يا بمبا؟ الحمد لله على كل حال يا بيه. خلاص انزلي ارتاحي يا بمبا، وانا هجيلك تحت اكشف عليكي. كتر خيرك، احنا نايو ولوجو لوحدنا، ربك هو الشافي. وماله، ما ربنا خلق الطب برضه. حاسه بايه؟ راسي تقيله، كل ما امشي او اشيل حاجه ايديا تترعش. طيب انزلي ارتاحي وخلي هندية تكمل، وانا هكتب لك على دواء بعد هسه اجيبه لك. يلا. يعني قلت لها ترتاح يا بيه، بس هي تحب الخدمة. يلا يا بمبا قلت لك ارتاحي، انزلي يلا. حاضر. تعالي هندية. خديجة هاني ما نزلتش؟ لا يا بيه، وطلعنا لها الاكل فوق وما كلتش. طيب انزلي لياسا وخليه يجيب الدواء ده. حاضر. شكرا. أول مرة خديجة هاني بتسيبني أفطر لوحدي. زعلانة مني عشان كام كلمة كتبتهم خديجة هاني؟ ما تزعليش، أنا ما صدقت أرجع حر تاني وأبقى أنا وخديجة هاني لوحدنا في القصر من غير واحدة غريبة تقعد معانا على السفرة. تقومي تسيبيني كده؟ اهو انا كمان ما فطرتش. يرضيكي؟ ايه رايك ننزل انا وانت لوحدنا نفطر على كنبه نوار باشا في الجنينه؟ يا ريت ما بعنا القصر ده. ولو كنت عارفه اني على اخر الحكايه هقعد مستنيه الايام تخلص من غير حتى ما يبقى عندي امل اني اشوف طفل من دمك يا يوسف، ابص عليه من الشباك وابتسم. كنت اتمنيت اني اموت من زمان. انت بتدور على حريتك وانا بدور على حفيدي. ما تحزنيش خديجه هاني، تعالي ليه نخلي الحزن يضيع الوقت اللي احنا فيه مع بعض؟ مالنا ومال اللي جاي؟ احنا دلوقتي هنبتسم ونفطر ونتكلم. مش انا فشلت ان ابقى ممثل؟ ابنك مشخصاتي فاشل يا خديجه هاني. ايه؟ مشخصاتي؟ انت عملت كده؟ فشلت، اطمني فشلت. هنفطر سوا واحكي لك. تعالي. انتوا واقفين كده ليه؟ ضيوف يا ست هانم. ضيوف؟ الصبح بدري كده؟ قلقانة أم كلثوم وما وناس. أم كلثوم؟ أيوه. الرزق الجديد جه، شايفين جماله؟ تعالوا يا بنات. تعالي يا عيجة شوف الطور الجديد. مبروك الطور الجديد يا هلاوي. لحقت تعرف
الله يبارك لك. صح، بعت علبة المزيكا لشاحة الدكتور لمرتك وجبت التور. دكتور مين يا هادي اللي شايع لمرتي؟ الناس اللي هتقول دكتور جي لمرتك وهي عيانة وبعدين ماشي وبعدين شايع لها علبة مزيكا كبيرة. يعني وانا مالي؟ انا جاي عشان التور للبقرة. وبقول دلوك مين اللي شايع علبة المزيكا الخشب الكبيرة؟ يوسف بيه اللي كنا شغالين عنديهم في اسكندرية. شايعها ليه؟ هدية. هدية؟ ويهديك ليه يا عايقة؟ يهديك ليه؟